بسم الله الرحمن الرحيم. القلب والتربية الإيمانية. القلب هو الأصل والمركز وكل الجوارح تابعة له، فإذا صلح المطبوع صلح التابع، والأهم من ذلك أنه موضع نظر رب العالمين. فمن الحديث الشريف أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويتميز القلب أنه محل الإيمان، والعمل الصالح محله في الجوارح، والإثنان مرتبطان ارتباطا وثيقا، وهو ما يسمى بالتربية الإيمانية. بجناحيها الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان هو الأساس والعمل الصالح هو البنيان، وكلما كان الأساس متينا كان البنيان قويا ومتماسكا. والقلب لا يدفع بالخيرات إلى الجوارح إلا وقد امتلأ منها وتلألأت في ذاته جوهرا شفافا قابل الانتقال من القوة إلى الفعل. وكل تربية إيمانية تحتاج إلى جناحين، فالاستغفار مثلا الذي هو طلب العفو من الله تعالى لا يصح إلا بعد شعورنا بالندم، فالشعور بالندم إيمان بالقلب، ثم يتبعه الاستغفار باللسان لنحصل بعدها على المغفرة والقبول. وكذلك التواضع له جناحان، شعور الإنسان بصغر نفسه وعظمة خالقه، ويتبع ذلك أعمال تترجم هذا الشعور تجاه الآخرين، إقراراً بالعجز أو طلباً للدعاء وصفو الخاطر، أو اهتماماً وخدمة ورعاية على نية التقرب إلى الله تعالى بخدمة عياله. فالخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. المحبة في الله لها أيضاً جناحان، الأول التزام الطاعة لله عز وجل إيمانا بالقلب كصدق النية وحسن العقيدة وحفظ العلوم وحفظ المعلوم ووعي التوحيد. الثاني أن نبرهن عن هذه الطاعة عملا بالجوارح. ومن المحبة لله الشعور بالألفة بين المؤمنين ومقره في القلب، وهو فعل إيمان لا يكتمل إلا بترجمته عملا بالجوارح، كأن تكون إلى جوار إخوانك في السراء والضراء، وأن تعيش معهم الإخوة بكل معانيها، وإلا فلا أهمية لشعور القلب، لأنه لا يترجم إلى عمل بالجوارح يشكل تواصلا بيننا وبين الآخرين يعبر عن المودة والأخلاق. وهكذا تبقى الأولوية للإيمان القلب والتبعية للعمل الصالح، لأن النية في مستكن التوحيدي تسبق العمل، وهذا متفق عليه لا ريب فيه. والقلب على حد تعبير سيدنا الشيخ الفاضل رضي الله تعالى عنه خزانة كل جوهر نفيس، أولها العقل وأجلها معرفة الله تعالى التي هي سبب السعادة في الدارين.